بسن الفيل وتحديدا بمنطقة جسر الباشا عم نتعرف على بروجكت بناية جديدة جاهزة للتسليم. هالبناية مؤلفة من 10 طوابق، كل طابق شقتين وكل شقة مساحتها 170 متر مربع. كل شقة بتتضمن 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، تواليت للضيوف وغرفة خادمة وحمامة. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط سيراميك اسباني، بواب خشب ماسيف مع قشرة سنديان، فيديو فون، سبليت اي سي يونتس بالريسبشن ارياز وكل الغرف، بالاضافة لشاترز على الكهرباء وبلكون مجهز بكيرتن جلاس. اخر طابق من هالبناية هو الطابق العاشر، بيتميز بشقة وحدة وتابع لها تراس كاشف. البناية من برا ملبسة حجر وإلها برايفت جنريتر. كل شقة بتتضمن 2 باركينج مع سيستم تسخين مي على الطاقة الشمسية. بمنطقة سن الفيل جسر الباشا، شقق مفرزة للبيع جاهزة للتسليم بمساحة 170 متر مربع، منهم 3 غرف نوم وحدة ماستر. حالياً ستارتينج برايس 1750 دولار بالمتر. نحن بالمتن وعلى ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، وتحديداً بمنطقة دهور صليمة، لنتعرف على مشروع فيلا السكني للبيع تحت اسم تلة الصنوبر. مشروع تلة الصنوبر مؤلف من 17 فيلا، فيلال دوبلكس بمساحة 235 متر مربع وتريبلكس بمساحة 320 متر مربع. كل فيلا بمشروع تلة الصنوبر ملبسة صخر، بتتميز ببلاتر خام بالأرض، ديكور جافسين بالسقف للإندايركت لايتينج وإمدادات للهيتينج والإير كونديشن يونتس، بالإضافة لبرايفت جاردن لكل فيلا بمساحة 200 متر مربع تقريبا. بالمتن وبمنطقة دهور سليمة، تلة الصنوبر مشروع فيلال under construction بيتسلم بخلال سنة 2016. فيلال بمساحة 235 متر مربع دوبلكس ب 300 ألف دولار، وفيلال بمساحة 320 متر مربع تريبلكس ب 450 ألف دولار. شقة للبيع بمنطقة البيادة المتن على الشارع رقم 12، بناية عمرها 15 سنة تقريباً. الشقة على الطابق الأرضي مساحتها 200 متر مربع وتابع لها تراس بمساحة 100 متر مربع. الشقة من جوا fully decorated بالخشب والجبسن بورد، مؤلفة من 3 reception areas وبار، مطبخ، تواليت للضيوف وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر، وكلهم بيطلعونا على التراس لبرا. 200 متر مربع بالبيادة فولي ديكوريتد من جوا مع ثلاث غرف نوم واحدة ماستر، بالإضافة ل 100 متر مربع تراس مع بيرجولا، باربيكيو بيلت إن، وإنارة كتير مميزة بالليل لللاندسكيبينج. حاليا للبيع ب 550 ألف دولار.